السلام عليكم أحبتنا الكرام. سنقوم دائما في بداية كل فيديو سنقوم بتذكير الفيديو السابق والملخصات. ما يهمني هنا سلاسل موجودة بالنسبة لجسد بروجي اون اجيل في مختلف بقاع العالم. في اليوتيوب ستجد ملايين أو آلاف من الفيديوهات. أنا أريد فقط أن أقوم بتلخيص الدرس لمجموعة من الجمل البسيطة جدا ليستسهل علينا عملية الحفظ والإجابة على بعض التمارين. ما يهمني هنا ومقابلة الشغل والتمارين كذلك وتطبيق العمل إن شاء الله باستعمال بعض الطرق. تعلمنا في الفيديو السابق الشيء التالي، قلنا بأن هناك إليكزيست خسار دائما شاك بروجي أدي كونترانت أي دي رول شاك جيستيون بروجي كونسيبت دو جوتسو. يعني شاك بروجي عنده دي كونترانت عوائق ورول هما الادوار برينسيبال رول دون ان بروجي انفورماتيك. في كل بروجي انفورماتيك عندنا مجموعه من الادوار وعندنا مجموعه من العوائق. كونترانت بالفرنسيه، العوائق بالعربيه، كونسترانت بالانجليزيه، ولي رول هما لي رول عادي او الادوار. اذا كتلخيص باش تبقى عندك احبائي الكرام، كتلخيص لهذه القضيه شنو قلنا دون ان بروجي. شوف معايا dans un projet informatique, dans un projet, dans gestion, dans la gestion de projet, dans la gestion de projet. Voilà, il existe deux types, deux types de méthodes. Voilà. هي غتقول لي ميثود، لي ميثود شوف معايا لي ميثود بريفيزيبل اي امبريفيزيبل اقل. فوالا ميثود بريفيزيبل غدير بين قوسين باش يعرفك عارف. كاين واحد الميثود سميتها اون كاسكاد وكاين واحدة سميتها في. لي ميثود امبريفيزيبل هما الاجيل. اذا غتلخص دون ان بروجي دون لا جيستيون دو بروجي il existe deux types de méthodes, les méthodes prévisibles et les méthodes imprévisibles. Les méthodes prévisibles بين قوسين ندير اللعبة ديال كاسكاد في، ولي ميثود امبريفيزيبل غدير هما لي ميثود اجيل. حتى دابا ما فهمنا والو، ولكن غير هذا مصطلحات خاص نعرف هاد الباك جراوند عندي هنا. اذا كخطاطة باش تقدر تبقى عاقل عليها، عندنا سيدي عندنا لي تيب، فوالا لي تيب دو جيستيون. اذا يا اما كيما قلنا لي ميثود بريفيزيبل بريفيزيبل و لي ميثود امبريفيزيبل. وكتب امبريفيزيبل. لي ميثود بريفيزيبل ديما ندير اللعيبه ديال كاسكاد، ميثود كون كاسكاد اون في. و لي ميثود امبريفيزيبل غتولي دير التويشيه ديال اجيل. الحمد لله دابا ولا عندنا الفوكابيولير هذا. تبقى دابا اشنو هو كونسيبت دو جيستيون دو بروجي، التعريف ديالو، شنو هما لي كونترات، شنو هما لي غول. اذا هذه مشات، غندوز دابا للتعريف التالي. يا بسم الله على بركة الله. ديكوفرير لي كونسيبت دو جيستيون دو بروجي. كومبيتونس فيزي اش غنقراو هي جيستيون ان بروجي انفورماتيك. كونستروير اون شارت دو بروجي، شارت شوف معايا شارت بالانجليزية او خريطة المشروع. اذا نقدر ندير واحد السكرين بالزربة. اذا الحمد لله شوف معايا مزيان، نقرا شوفوا هادشي. وفي الملخص ديال الفيديو الجاي، البدايه ديال الفيديو الجاي، غنعطيك ملخصات ديال الشيء اللي غنشرحه. دابا نصنتو للشرح ان شاء الله باذن الله. يا بسم الله. اذا شوف معايا الكومبيتونس فيزي، يعني اش غنتعلمو، المهاره اللي غنتعلمو ليها ان شاء الله. جيري ان بروجي انفورماتيك، كيفاش انك تدبير. جيري شوف معايا ضروري اي حاجه خويا من فلتوها. جيري هي التدبير، جيري يعني تدبير. فوالا جيري ان بروجي انفورماتيك. كونستروير اون شارت دو بروجي. كونستروير هي بناء خريطة المشروع. إذا هذه مهمة جدا، ضروري تكون عندك واحد استراتيجية ولا واحد الخريطة ولا واحد لائحة أعمال، جدول أعمال خاصك ضروري تتبعه. بصيب بروجي انفورماتيك، الناس ديال الانفورماتيك علاش؟ علاش دابا؟ لأن علاش؟ لأن عندنا خويا بعداكين، عندنا الشركة اللي بغات نصايبوا لها البروجي. اذا هذيك الشركه اللي غنصايبوا لها البروجي غتعطينا واحد الكايد شارج، دفتر ديال التحملات. اش بغات؟ شنو هو كايد شارج؟ هو دفتر عقل، هو دفتر التحملات. اش يصلح هذا؟
فيه الحويجات اللي باغاها هاد الشركه من هاد البروجي انفورماتيك. تخيل شركه عيطات عندنا حنا شركه ديال البرمجه قالت لنا صايب لنا موقع الكتروني للتدبير الرقمي، غنقولوا لها خويا اش بغي، غنقولوا لها اش بغيتي بالضبط، لان هما عندهم سيرفيس انفورماتيك وتا هما عندهم دي تكنيسيان وعندهم دي زانجينيور تيفهموا هاد الشيء، غير هما بغا يعطيونا هاد البروجي نصايبوه لانه عندهم هما هذيك غير سيخ في السيرفيس ديالهم ديال الانفورماتيك، اما عندهم هما دي طاش اخرى. فوالا، اذا دفتر التحملات يضم الاشياء المراد برمجتها، يضم الاشياء المراد برمجتها، يضم الاشياء المراد برمجتها، وكاي تشارج il contient les éléments à développer. دابا ملي عندنا ان بروجي، شوف معايا ملي تنقولوا هنا ان بروجي انفورماتيك، يكمص حتى غير موقع الكتروني ساهل غتصايب، راه فيه بزاف، فيه كاي تشارج كيما قلنا، فيه التحليل، فيه واحد ليطاب ديال لاناليز، عرفتي لاناليز هي اللي درناها في بريباري ان بروجي ويب اللي درنا فيها يو ام ال مثلا، تستعمل يو ام ال اناليز، غدوز واحد المرحله خاص تخلق قواعد البيانات باز دو دوني. يلا شوف معايا دابا بالله، وعد باز دو دوني خاصك مثلا تبرمج الواجهه يعني الزواق، تقدر تستعمل هذيك اللعبه ديال فيجما ولا الاي اي مثلا، اليوزر اكسبيريونس ويوزر انترفاس، عرفتي دابا من غتدخل الواجهه عاد دخل ديفلوبمون فرونت اند، فوالا كيفاش انك تزيد من الفرونت اند، خاصك تدخل عندك الباك اند باش تقدر تليه مع الباز دوني، فرونت اند والباك، الباك اند زيد، وعاد لانستالاسيون ديال البروجي، عاد لانستالاسيون، اذا عندك شوف عندك بزاف ديال المراحل، لاناليز دوني الواجهه الفرونت اند الباك اند، هادي لي رول تيست واش هادشي خدام بعدا كاين ولا ما خدامش اكسترا. علاش نقولوا جيستيون دان بروجي انفورماتيك؟ لان فيه بزاف ديال المراحل. بوركوا ان بروجي دو جيستيون انفورماتيك؟ باسكو il existe plusieurs étapes pour développer une solution informatique. وبالتالي هنا كل واحد، دابا هنا الاناليز راه يمشي، غيكون عندنا واحد لاكتور هو اناليس، مجموعه من المحللين، باز دوني تكون عندنا واحد لادمينستراتور دو لا باز دوني، يعني الناس ديال الواجهه كاين لي ديزاينر، الناس ديال الفرونت اند كاين لي ديفلوبر اكسترا، كاين لي انجينيور اكسترا، اذا عندنا مجموعه ديال الموظفين مشكله، كل واحد غيدير واحد لاطاش. ولكن ان بروجي انفورماتيك كما غنشوفوا دابا في التعريف ديالو، خاصك تحقق الاهداف، شوف معايا تحقيق الاهداف، زائد انك تعطي في الوقت، انك تعطي المشروع ديالك في الوقت في البروجي ديالك، فوالا هذا هو المهم جدا. اذا تحقيق الاهداف ثم تحقيق الاهداف ثم انجاز المشروع في الوقت المناسب، هذا الشيء غير بلا بلا حنا شي همنا، هما دوك الجمل اللي غنصايبو في كل بدايه كل فيديو، اجي نشرحو شويه عاد نمشيو ان شاء الله نكملوا البروجي ديالنا. اذا جاني ان بروجي انفورماتيك، كونستروي ان شارت دو بروجي، خريطه عمل غنتبعوها. احسن حاجه في حياتك اليوميه هو انك الا كانت عندك دي طاش بزاف دير واحد الوريقه باش ما تنسى كل طاش، وتقول هذه غندير الاولى هذه الثانيه الثالثه على حسب المسار ديالك. ميتريزي لي كونترين دون زن دون لو جيستيون بروجي، يعني ميتريزي هي التمكن، التمكن من العوائق، من تدبير العوائق، ميتريزي لي كونترينت دون ان بروجي دون لا جيستيون بروجي. نكملوا اخويا، ندوزو لبعض التعاريف، هذه مهمه جدا بزاف، هي اللي غنلخصوها، اللي غنلخصوها مزيان في هذا المشروع هذا. فوالا، اذا نوقف الفيديو. اذا كتعريف لا جيستيون دو بروجي وماناجمنت دو بروجي اي لونسومبل دي زاكتيفيتي، هي مجموع المراحل ولا مجموع من مجموع الاشياء التي نقوم بها، مجموع الانشطه، اي لونسومبل دي زاكتيفيتي فيزون ا اورغانيزي لو بون ديرولمون، هي التي تهدف الى التنظيم الجيد لو بون ديرولمون دان بروجي اي ا اتيندر لي زوبجيكتيف، الحصول على للحصول على اهدافه اون طون في الوقت اي اون اور وفي الساعه سولو لي زوبجيكتيف فيزي، يعني مقارنة مع الأهداف التي خططت لها، الأهداف التي خططنا لها. فوالا هذا هو التعريف. إذا لا قال لك الامتحان شنو هو المهم عندنا في الفيديو هو التلخيص. إذا لا جيستيون بروجي شنو هو؟ نقولوا لا جيستيون بروجي اي لونسومبل دي زاكتيفيتي فيزون ا رياليزي دي زوبجيكتيف اون طون اون طون اون طون اي اون اور، نقدر نقولوها الطريقه هذه. فوالا، اذا حتى كتلخيص، غنقول هنا ريزومي
تقعد كده. الا قال لك اشنا هي السؤال جاستون بروجي، شنو هو الجواب اللي غتقول لي ان شاء الله؟ تقول بلا، اذا نوقف الفيديو الى كتابه الاشياء. اذا كملخص، اذا شنو هي جاستون بروجي؟ الا تعطات مسيحان مثلا بعض الاسئله الكلاسيكيه، اشنا هي جاستون بروجي؟ اي لونسومبل دي زاكتيفيتي، يعني تدبير المشاريع، هي مجموعه من الانشطه ومنشطه فيزون التي تهدف الى تنظيم لو ديرولمون دان بروجي، تنظيم مراحل انشاء مشروع، اتاندر لي زوبجيكتيف والوصول الى الاهداف في الوقت. مهمه يعني في الوقت خاص هذا. اذا خلاصه، جيستيون بروجي اي لونسومبل دي زاكتيفيتي فيزون ا اورغانيزي لو ديرولمون دان بروجي اون اتاندر اون اون اتاندر اون اي اتاندر للوصول، اتاندر هي للوصول، اتاندر لي زوبجيكتيف اون طون، للوصول الى الاهداف في الوقت. علاش؟ عندنا بزاف ديال المراحل اصاحبي، كما قلنا احنا في ايطاب ديال البرمجه كاين اناليز، كما قلنا كاين باز دوني، حتى هي راه اختصاص بوحدو، كاين اخويا الديزاين حتى هو اختصاص بوحدو، كاين سيكوريتي، فوالا كاين الريزو، كاين مثلا انستالاسيون ديال الحويجات، السوليسيون في ان غازو اكسترا. اذا كاين بزاف ديال المراحل، اذا خاصنا كل مرحله نعطيوها الوقت ديالها وكيفاش نقدروا ننظموا المراحل للوصول الى المعلومات. اذا هذه احبائي الكرام مهمه جدا، هذا هو الخلاصه اللي تقدر تكتب من هذا الفيديو كامل. تبقى لنا دابا لو سيكل دو في دو جيستيون دو بروجي اي جينيرالمون كومبوزي اون كاتر فاز. اذا هذه لي فاز، يقدر يقول لك شنو هما كيل سون لي فاز، لي كاتر فاز بور لا جيستيون دو بروجي. اذا لي كاتر فاز دو لا جيستيون دو بروجي، غتقول لي كاتر فاز، عقل عليها مزيان، مراحل لي فاز هما المراحل، لي كاتر فاز دو لا جيستيون دو بروجي هي تساوي بحالكم كملخص لونسومون ديال المشروع، لونسومون التخطيط، البلانيفيكاسيون، بلانيفيكاسيون بحالكم بلانيفيكاسيون، بغات ديرها بحالك وكتبها في الامتحان بحالك، لي كادر فاز دو لا جيستيون بروجي يساوي لونسومون زائد البلانيفيكاسيون زائد ليكزيكسيون زائد التطبيق، ليكزيكسيون يعني حنا لانستالاسيون ديال البروجي ديالنا في الريزو ديال الشركه، وفي الاخر الكلوتور صلاه النبي في الاخر تمشي الكلوزير، بلانيفيكاسيون ليكزيكسيون الكلوزير واللونسمون، هي اذا هادو هما لي كاتر فاز دو لا جيستيون بروجي. غتزيد على جيستيون بروجي اي لونسومبل دي زاكتيفيتي فيزون اورغانيزي لو ديرولمون دان بروجي اي اتاندر لي زوبجيكتيف دو اون طون، هادي مهمه جدا. وقلنا بان ايل اكزيست دو تيب، عقلتي ايل اكزيست دو تيب، كاين لي تيب بريفيزيبل، لي تيب دو تيب دو لا جيستيون دو بروجي تساوي البريفيزيبل، لي ميثود بريفيزيبل، والمتوقعه والغير متوقعه امبريفيزيبل. عقل على الاولى، السؤال رقم واحد، السؤال رقم جوج، والسؤال رقم ثلاثة. الله يجعل البركة. إذا الفيديو الجاي شنو هو؟ غنشرح أخويا شنو هي اللونسمون، شنو هي البلانيفيكاسيون، شنو هي ليكزيكسيون، شنو هي الكلوتور. إذا شوف، وقف الفيديو صلاة النبي، دابا سالينا اللي بغى الإنجليزية، لأن المفتاح والسارود ديال المستقبل هو الإنجليزية. هاد جيستيون بروجي اللي قريتيها فرنساوية راه عندك راه عندك النقطة ديالك، وعندك الامتحان خاصك تصنت شي شوية لبعض المصطلحات ديال جيستيون بروجي، هادشي اللي وجدناه هنا. يا ربي عاوننا. شوف معايا، بروجيكت مانجمنت اور بروجيكت مانجمنت از ذا سيت. شوف، بروجيكت مانجمنت راه هي جيستيون بروجي، تدبير المشاريع. عقل، بروجيكت مانجمنت اور بروجيكت مانجمنت از ذا سيت اوف اكتيفيتيز. سيت هي المجموعه، عقل مزيان، سيت اش هي سيت بالانجليزيه؟ راه هي المجموعه، هي المجموعه، الجروب، جروب از ذا سيت اوف اكتيفيتيز، هي مجموع الانشطه، اكتيفيتي فرنساويه بالانجليزيه اكتيفيتيز. ايم، اش نقولوا؟ ايم هي الهدف، عقل، the main the aim هو الهدف، عقل مزيان. إذا the set of activities aim تهديفه at organizing the smart training l'execution réelle l'execution d'un projet of a project، يعني ران، تنقول ران هو أنه يخدم هذاك المشروع، الهدف ديالو أنه l'organisation فوالا اوف بروجيكت اند اشيفين ات. اذا الاهم ديال الجيستيون بروجي هي مجموعه الانشطه التي تمكننا من تطبيق المشروع اند اشيفين ات، يعني ونهايته في الوقت المحدد. اشيف يعني انه وصل، انه انتهى.
قال لك سيدي objectives in time and hours، يعني الأهداف في الوقت والساعة according to the objectives set، يعني المخططة، إذا according حسب الأهداف المخططة. It consists in applying، يعني consists يعني يعني consists تتعلق ب applying، applying هي أبليكي أقل. It consists in applying specific management method، يعني تطبيق مجموعة من طرق التدبير، method management method هي طرق تدبير أقل، technique التقنيات، and tools tools من المعدات، logistics etc. إذا at different stage في مختلف المراحل of a project from the evaluation of the opportunity من بداية كما الإيفاليسيون دي زوبورتينيتي يعني يعني تقييم الأهداف to the completion of the project إلى نهاية المشروع. إذا بالإنجليزية project management or project management is a set of activities aimed at organizing the smooth running of a project and achieving it the objectives in time and hour according to the objectives set. It consists in applying specific management methods, technique and tools at the different stage of the project from the evaluation of the opportunity to the completion of the project. السلام عليكم ورحمة الله، وإلى اللقاء. وسكرين اللي غتاخدو اخويا هي هادي، فوالا في هاد الديفينيسيون، هادي سكرين قيلة، الفيديو كامل فيه اخويا ثلاثة الجمل. الله يعاونكم، الله يسهل عليكم، موعدنا في الفيديو المقبل.